ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اتكلمنا قبل كده عن الكورونا وعن الأعراض وعن الوقاية. عايزين النهاردة نتكلم على حاجة جديدة، ازاي احافظ على نظافة ايديا اللي هي وسيلة لنقل اي شيء. ازاي احافظ عليها؟ احنا بنقول طريقة جديدة او الطريقة السليمة للغسل الايدين، هنشوف مع بعض ازاي. طبعا هي المفروض تستغرق في غسلنا حوالي اقل من دقيقة، حوالي 40 ثانية بس. ازاي نستخدم او نقوم بعملية غسيل الايد بحيث ان احنا نبقى مطمنين ان ايدينا نضيفه؟ اول حاجه بنفتح الصنبور زي ما احنا شايفين بظهر ايدينا علشان لو حد تاني لمسها ما يعملناش اي مشكله. طب بعد كده انا باجي ارغي الصابون كويس قوي. بعد ما برغي الصابون اقعد احرك الصابونه كده عشان الرغوه تزيد قوي في ايدي عشان تقفل اي ميكروب. بعد كده ببتدي اجي براحه ايديا اعمل الشكل ده، وبعدين بعد كده اجي هنا سطح فوق، وبعدين براحة ايدي دي اعمل السطح التاني بالشكل ده. عايزه من صوابعي اطمن عليها بعمل كده، من صوابعي التانيه بعمل كده، بعد كده باجي ايديا بالشكل ده اعمل براحة ايديا كده عشان صباعي اي تانيه اي شيء يدخل فيه ملوثات ينضف، واطمن انه وصل لكل جزء من اجزاء ايدي الصابون. عندي ضوافري لازم تكون مقصوصه باستمرار ونظيفه. طب اتاكد من نظافتها ازاي؟ ان انا بجيب ضوافري وادخلها جوه ايديا بالشكل ده علشان تنضف، ونفس الكلام بالنسبه لايدي التانيه بجيبها بالشكل ده عشان تنضف. بعد كده انا خلاص اطمنت ان ايدي نظيفه، ابتدي اشطفها. اتاكد ان انا نظفتها كويس قوي. واجيب مناديل لو انا في الشارع، المفروض ان انا بنشف بالمنديل، لان طبعا علشان ارمي. بعد ما انشف دي قوميه كده اقفل الصنبور بيه. يبقى انا كده بعد كده طبعا بنرمي المنديل، المفروض يبقى فيه باسكت بنرمي فيه المنديل. يبقى انا كده اتخلصت من اي ملوث عندي. في موضوع تاني كنت عايزه اكلمكم فيه بخصوص الوقايه اللي احنا اتكلمنا عليها. زي ما احنا عارفين ان من طرق الوقايه هي الغذاء المفيد، فاحنا ممكن قوي تبقى وسيله للذكاء ان احنا طبعا ممكن ان كلنا نخاف من طبعا الكورونا، ونقول ان اي حد هيصاب بالكورونا هيموت. طبعا ما فيش الكلام ده، الموضوع كله ان هو اي مصاب بالكورونا او اشتباه في حاله الكورونا بيرتاح زيه زي اي دور انفلونزا، واهم حاجه ان هو يرتاح في البيت ويتغذى كويس وهيقوم منها باذن الله زي الفل، ما فيش اي حاجه. بس هو عايز وقته بحيث ان هو جسمه يكون المناعه اللي تقضي على المرض زي اي دور انفلونزا. طيب انا دلوقتي عايزه اكح، عايزه اسعل، عايزه اعطس، اي حاجه من دي. معايا منديلي، المفروض ان انا اي كحه ليا بحطها جوه المنديل، او بخلي مناخيري وفمي جوه المنديل وبعمل عطس او كحه بيبقى جوه المنديل. بالتالي انا بمنع انتشار اي رذاذ يخرج من فمي او انفي يتنقل لاي حد تاني ويضره لو كان في ضرر او ما فيش ضرر. في كل الاحوال لازم احافظ على اللي حواليا. طيب انا معيش منديل، اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ انا باجي ابني ايديا بالشكل ده واكح جوه ايديا، بحيث ان انا هنا انا حاولت بقدر الامكان ان انا ما اطلعش اي حاجه من جسمي او اي حاجه من الرذاذ اللي انا بتنفسه للوسط المحيط، وبالتالي بحمي الناس اللي حواليا. بالتالي انا بحاول احجم من انتشار المرض، وبرده بنقضي على المرض بس بطريقه ان انا امنع ان هو ينتقل لفرد تاني ويدخل لجسمي تاني. وما نخافش خالص من المرض، لان المرض ده زيه زي اي دور انفلونزا، مجرد هو راحه في البيت. يعني اي حد فينا بيحس باعراض انفلونزا بيرتاح يوم او يومين. هنا بقى هطولها شويه لحد ما احس ان انا رجعت لصحتي تاني، ممكن اوصلها لاسبوع. المهم ان انا ارتاح في البيت علشان ما نشوفش المرض لاي فرد تاني بره.
طبعا الوقت اللي احنا فيه محتاج ان احنا نتكاتف مع بعض، والتكاتف ده يعني نتعاون مع بعضنا ازاي. ان احنا دلوقتي زي ما احنا عارفين ان واحنا بنشتري منظفات لنفسنا، ممكن نشتري بزيادة شوية، بحيث ان انا ادي للعامل عندي، ادي مثلا البواب، ادي لو جاري حتى مش واخد باله من اللي احنا فيه ممكن اديله، مثلا انا شايفه حد مش قادر يجيب انا اشتري له، بحيث ان انا كلنا يوصل لنا معلومه النظافه والوقايه، بان احنا دايما ننظف ايدينا وننظف الاسطح اللي احنا بنلمسها علشان نحد من انتشار المرض، ونتكاتف مع بعض ان احنا نساعد بعض. كمان ممكن نساعد بعض بحاجات كتير، اي حاجة انا شايفة انها ممكن تعمل وقاية ممكن، او انا شايفة اطفال مثلا جارتي، اطفال بواب، اطفال واحدة بيعت خضار، اي حاجة ممكن انا اساعدها بطريقة الوعي، وان انا انقل لها الكلام وانقل لها اللي انا اعرفه علشان اوعيها وعلشان احافظ عليها، لان طبعا احنا لازم نكون في عون بعضنا علشان نقضي على المرض ده ونقف له حد كسد، بحيث ان احنا نمنع انتشاره ونقضي عليه ان شاء الله. وان شاء الله ربنا خير حافظ باذن الله للجميع.